اهلا بكم متابعينا عبر صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشره من مدينه صيدا. بالامس توقفت مراكز تعبئه الغاز عن العمل بسبب اصدار وزاره الطاقه للتسعيره الجديده ضمن جدول اسعار المحروقات، ويعني بالتالي اقفلت المراكز بسبب رفضها لهذه التسعيره، واليوم عادت وارتفعت من جديد حيث اصبحت قاروره الغاز بحدود 357,000 من بعد ما كانت تقريبا 340,000. لنعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع معي استاذ ياسر. مرحبا، يعطيك العافيه. ليش اقفلتوا امبارح؟ ما ناسبتكم التسعيره؟ اكيد احنا صرنا كان في عطله ناطرين التسعيره من الجمعه سبت احد تنين عم نخسر، نطرنا انه التسعيره تنصفنا الثلاثه خساره زياده يعني، فقمنا سكرنا لان ما بناسبنا، مش قادرين بقى نحمل اكثر من هيك خسائر. واللي المفروض كانت تتظبط التسعيره امبارح، لان ما يعني بنفس اللحظه صار في غلط مثل ما قالوا تركوها لليوم لزبطوها، يعني بعده المرسوم نفس سعر التون بس ظبطوا السعر. نحن المرسوم بنشتري على الدولار، بيحسبوا علينا سعر التون على الدولار وبدنا نبيع لبناني، مو بدنا نشتري الدولار من السوق السوداء. يعني اضطريتوا تسكروا، العالم ما قدرت تاخذ غاز بسبب انه مع عدم تصليح يمكن. صحيح، لليوم لرجعوا ظبطوا التسعيره لقدرنا نفتح ونبيع، لان يعني كثير الخسائر صار، بس ما حدا فسر لنا شو اللي صار، انه ليه هيك طلعت التسعيره امبارح وليه لهلا لا تزبطت. يعني نحن عم نحمل كمراكز تعبئه خساره، الوكيل اللي عم بوزع عم يحمل خساره زياده كمان لان عنده بنزين وعنده مصاريف، يعني مش ظابطه. خافت العالم لما سكرتوا؟ شهدتوا اقبال اليوم او عجقه بسبب؟ اكيد لما المراكز تسكر العالم بتفكر الغاز بده ينقطع، ما حيفهموا انه القصه هيك، كله بخاف انه ينقطع. الناس بدها غاز، هلا شهر فضيل العالم عم تطبخ بدها تعمل اكله، فنحن يعني بنشعر مع الناس بس ما هو ما حدا عم يشعر فينا. يعني بالنهايه اخر شيء اذا بندلنا هيك بنسكر وبنقعد بالبيوت اذا بدل الوضع كما هو. يعني بعدين نحن هلا جاي عطله العيد، يعني التسعيره هلا اذا طلع الدولار بخلال العيد فتره الاعياد، طب كيف بدنا نشتغل؟ المفروض تكون التسعيره كل يوم بيومه، غير هيك ما بيمشي الحال، لأن الدولار عم يطلع ونحن مضطرين نشتري دولار من السوق. شو ناداكم لوزارة الطاقة؟ إنه تنصفنا، نحن ما بقى نحمل خسارة أكثر من هيك. عندنا شغيلة وعندنا أجرات وعندنا تكاليف، ما قادرين نحمل خسارة أكثر من هيك، ينظروا بوضعنا يعني. شكرا لك أستاذ ياسر، شكرا. يعطيك العافية. شو تعليقك على ارتفاع سعر الغاز اليوم؟ تعليق ما انه مثل ما بدهم بيشتغلوا، شو سكروا ثلاث ايام اربع ايام لغلوا ورفعوا هسه. بلد عايشين فيها هيك دوامة. شكرا لك. مرحبا عم، ارتفعت اليوم سعر انيت الغاز، شو قد ايه رح تعبي؟ شو رح تعمل؟ والله هي لجاري بصراحة. لجاري وعاطينه بونص كان هي بدها تعبي له هي. بس أنا عبيت من كم يوم عنده. قبل ما تغلى يعني. إيه. لا مرة قبل ما تغلى 310 تقريبا ولا 340. كيف أم علي؟ هلا 357. كمان يا عيني الله يزيد. بعد في الهواء اللي عم نتنفسه ياخذوه مننا، يعني الواحد ما عم يقدر يشتري شيء، يعني جالن زاد قنينة غاز مليون، تعبت العالم تعبنا، يعني أنا بتمنى تحطوني لأني تعبت، العالم تعبت، أنا عم شوف بعيني، يعني عم بزلوها للعالم، لوين بعد بدنا نوصل؟ خلص زهقنا، قرفنا، ما رح ننتخب حدا
انتخابات ما رح ننزل عن انتخابات وما رح ننتخب حدا. خلص الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بتقوم عليهم والله لا يوفقهم زي ما عم بزلونا. بس شكرا، شكرا لك. شكرا. اذا يعني مشاهدينا مثل ما عم نشوف رجعت العجا اليوم على مراكز تعبئه الغاز من بعد ما اقفلت المراكز بسبب الاعتراض على التسعيره يلي اصدرتها وزاره الطاقه ضمن جدول المحروقات. اذا تحدثنا مع اصحاب مراكز تعبئه الغاز يلي فعلا هن عم بياكدوا انه اذا استمر الوضع على هيدا الحال هن عم بيكونوا امام خساره كبيره، وبالتالي ما بيناسبهم الاستمرار على هيدا الوضع. اكيد الناس بين يوم ويوم عم تتفاجئ بارتفاع التسعيره، حتى في ناس ما عارفه قديش السعر اليوم، بتجي بتلاقي انه غليت، ولكن اكيد بيضطروا انه يعبوا. اذا مشاهدينا رح نكتفي بنقل هيدا الصوره مباشره من مدينه صيدا. اذا اليوم ارتفع سعر قاروره الغاز لتوصل ل 357,000 ليره. هيدي هي كل التفاصيل من صيدا. كنت معكم ساره شحادي والزميل يوسف فواز.